سلام، فيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت شانل رح يطل عليكم، ان شاء الله تستفيدوا منه ويعجبكم. اليوم رح نتعلم كيف نسوي لوحة زخرفة عربية. بدنا هاللوحة هاي، كيف بنتعلم نسويها؟ كل اللي بحاجة له انا لصينية حلو قديمة، بحاجة لورقة A4 ولا الوان الاويل باستيل. اويل باستيل قلنا قبل بمرة انه هو تلوين شمع زيتي. بدنا نشيل الورقة عن اللون بهالشكل هيدا، نحط الصينية، نرجع نحط فوق الورقة A4. هون ممكن تعوزوا حدا يثبت لكم الورقة، وإذا فيكم لحالكم بيكون كتير منيح. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها، رح جيب قلم الأويل باستيل ورح أطبع الصينية، وبنتبه كتير ما هز ايدي. بشيل هالقسم وبكمل ليطلع عندي شكل الصينية كله. بعد ما يبين الشكل صار فيي لون لوحتي. اي الوان بتحبوا تختاروا فيكن، ممكن تلونوها بالاويل باستيل، ممكن تلوين الخشب، ممكن تلوين الفتر، فينا ننوع حسب رغبتي وحسب ما بحب انا لون. بتلاحظوا هون المثلثات الصغيرة، فيكن انتو تكملوها اذا ما كانت كتير واضحة. فينا نلون بشكل نمطي، نمطي يعني وحدة زرقاء نبعد عن هاي، نلون اللي بعدها كمان أزرق نبعد عنها، نلون اللي بعدها ومنكرر العملية لا يخلصوا المثلثات كلها. نفس المبدأ رح يكون عندي كل المثلثات اللي عندي من داخل الدائرة ومن خارجها. رح نختار مثلا الأخضر، بلون من الخارج هوني، ما لونتها بلون اللي حدها، وحدة ايه ووحدة لا، وبضل كرر العملية لتبلش توضح رسمتي. هاي خلصنا من اللون الأخضر، ننتقل منضلنا منوزع الألوان لنخلص الداخل كله. من الخارج رح أختار أنا اللون الأخضر، بغطي خارج الدائرة الموجودة عندي بهالشكل هيدا، كمان هون بالأويل باستيل هاي لونا اللوحة. ولما تنتهي معي رح يطلع عندي
هالشكل هيدا. لوحة زخرفة عربية ما أخذت معنا إلا وقت بسيط جدا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم، وإلى اللقاء بفيديوهات جديدة إن شاء الله. باي.